اهلا بيكم مشاهدينا وحلقه جديده من زينب طعم البيوت. الحقيقه النهارده يوم مميز جدا وهو عيد الشرطه، وهيكون معايا زميلتي العزيزه مروه مجدي النهارده في زينب طعم البيوت. اهلا بيك يا مروه. اهلا بيك يا تغريد، ومساء الخير على كل مشاهدينا. يوم بنحس فيه دايما بالعزه والفخر وبنفخر باننا مصريين، يوم عزيز على قلوب المصريين كلهم، يوم 25 يناير احتفلنا بعيد الشرطه. عيد الشرطه اللي بنحتفل السنه دي بمرور 72 سنه على مقاومه الشرطه المصريه في الاسماعيليه. خلينا نبدا حلقتنا والبدايه دايما مع زينه ومع تغريد. الحقيقه طبعا بنقول انه عيد الشرطه بيعود لعام 1952، وعشان كده هنختار النهارده ان احنا نتكلم عن اهميه طبعا القوى الناعمه في ترسيخ المفاهيم اللي خاصه بالمواطنه ولحب الوطن، وهيكون كمان حوارنا عن الدراما وكيفيه يعني اظهار النماذج المشرفه من خلال الدراما والسينما والقوة الناعمة. ده هيكون موضوع فقرتنا الأولى إن شاء الله. احنا في طعم البيوت وتزامنا واحتفالا بعيد الشرطة هنتكلم عن أهمية الأمن والأمان. بلدنا الحمد لله حاسين فيها بالأمن والأمان، هنتكلم عن هذه القيمة وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها. دي هتكون فقرتنا الأولى في طعم البيوت. عندك ايه تاني؟ فقرتنا التانية هتكون خاصة بالأبناء، وازاي ان احنا يكون عندهم يعني الإحساس بالانتماء، وازاي نرسخ هذه المفاهيم بالنسبة لأولادنا. طبعا بيكون دور الأسرة في البداية، وبعدها يليها دور المدرسة، وفيما بعد فترة الجامعة، وآخرهم طبعا بيكون الإعلام. ده هيكون فقرتنا التانية إن شاء الله. ده الحوار. احنا استكمالا لفقرة زينة عن الأبناء، احنا هنتكلم عن الشباب. مجتمعنا مجتمع شاب، وأكبر نسبة فيه للشباب، علشان كده هنتكلم النهاردة عن قيمة التنمية. الشباب ازاي يحافظوا على وطنهم وينموه، ده دور مهم جدا، بنحمل عليهم مسؤولية كبيرة، هما اللي هيشيلوا في المستقبل ان شاء الله. بنحاول اننا نمهد الطريق علشان يقدروا يقوموا بالمهمة بطريقة سهلة وبسيطة. دي هتكون فقرتنا التانية في طعم البيوت. خلينا نخرج مع حضراتكم في فاصل صغير ونرجع نبدأ مع أخبار تغريد وزينة. بنعود مرة أخرى مشاهدينا زي ما وعدناكم، هيكون معنا مجموعة من الأخبار. والخبر الأول، الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارية لشهداء الشرطة. تفاصيل الخبر بتقول بمناسبة الذكرى 72 لعيد الشرطة، قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة. أما الخبر الثاني بيقول أنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين أي تحدي أو صعوبات هتعدي لو احنا مع بعض، أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته أمس في احتفالية الشرطة عيد الشرطة ب 72، أن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تحقيق الأمن بمفهومه الشامل، مؤكدا على أن مصر ستبقى قوية على مر الزمان، أو أن أي تحدي أو صعوبات تعدي علينا لو احنا مع بعض، وبالتأكيد كلنا هنقف داعمين للدولة والقيادة السياسية. هنلتقي بعد هذا الفاصل، وهيكون طبعا فقرتنا الأولى هنهتم جدا بقوة الناعمة، وإزاي إن احنا نجسد طبعا البطولات ويعني رجال الشرطة العظماء. طبعا كل التحية طبعا والتقدير ليهم، لكن هيكون معانا طبعا إزاي بنقدر إن احنا نوضح الدور البارز ليهم من خلال السينما أو الدراما بعد الفاصل. بنعود مرة أخرى مشاهدينا زي ما نوهنا في البداية، إن هنكون عندنا فقرتنا الرئيسية المهمة جدا عن إزاي من خلال القوة الناعمة بنقدر إن احنا نجسد البطولات الخاصة برجال الشرطة. والحقيقة هيكون معانا في هذا الحوار الدكتورة أمل عفيفي، وهي الكاتبة الروائية والسيناريست. أهلا وسهلا بيكي، منورانا ومشرفانا. أهلا بيكي. الحقيقة بنتكلم النهاردة عن يعني عيد الشرطة، وطبعا كل التحية والتقدير لرجال
الشرطة، لكن بنقول إنه ليها تاريخ طويل بيعود لعام 1952. خلينا يعني كده نلقي الضوء في البداية سريعا على تاريخ الشرطة المصرية. هي يوميها كان وقتها في فدائيين في قناة، وكان وقتها في الاحتلال الإنجليزي. بدأ الاحتلال الإنجليزي يتهم الشرطة ويتهم قسم البوليس اللي في إسماعيلية إن هم ليهم يد أو إن هم بيخفوا بعض الفدائيين أو ما إلى ذلك، وطلبوا منهم تسليم الاسم وتسليم أسلحتهم كلها. فالحقيقة قاموا يوميها الشرطة بدور بطولي ورفضوا ده تماما، وقالوا إن إحنا لن نسلم المكان ولن نسلم أسلحتنا لأن ده فيه اعتداء على السيادة المصرية. فإذا بالقوات الاحتلال البريطاني تجيب 7000 جندي ويهاجموا هذا القسم اللي ما كانش فيه غير 80 شرطي، والحقيقة وقفوا الشرطة البواسل يوميها، وللأسف استشهد منهم حوالي 50 واحد، والثلاثين الباقيين جرحوا. قعدوا لمدة ساعتين هم معهمش غير يعني أسلحة بسيطة جدا، مع أن الاحتلال الإنجليزي جاي بقى بكل قوته بالدبابات وبسبعة آلاف عسكر وكل ده يعني علشان يعملوا كده. فكانت يوميها الحقيقة يعني عملوا ملحمة وطنية يعني قدموا فيها لمصر حاجة جميلة جدا يعني. طيب خلينا نقول انه دايما يعني الطريقة الأبسط والأمثل هي القوة الناعمة، ومن خلال طبعا الدراما بنقدر نحن نوضح نماذج عديدة طبعا للبطولات على يعني مدار التاريخ. خلينا نلقي الضوء أكتر على يعني الدراما اللي قدرت ان هي تصل الى الجمهور بشكل أبسط. الحقيقة من أحب الأدوار للمشاهد اللي هي دور الشرطي اللي هو بيحافظ على الأمن وبيحافظ على سلامته وكده، يعني من أول ما نشأت السينما حتى، يعني نفتكر حتى من زمان قوي لما كان أنور مجدي كان يجيب أدوار الضابط مثلا في فيلم ضابط وأربع بنات، وفي فيلم ريا وسكينة لما قبض على العصابة المجرمة دي. نفتكر دور يوسف وهبي لما كان عمل ضابط الشرطة وكان هو قال الجملة الشهيرة بتاعته بتاع ما تاخدش هذا الدواء فيه الدواء فيه سم القاتل. يعني عبر التاريخ كان في ناس كتير قوي جسدوا أدوار الشرطة. عادل إمام فالنمر والأنثى لما عمل عصابة مخدرات وقدر يتغلب عليهم في النهاية، يعني عمل كمان أدوار كتير، ضابط مباحث في دوره في الحفاظ على الأمن، وكان هينفذ يعني هو يعتبر يد القانون يعني طبعا. يد الدولة ان هو يتنفذ القانون، يعني اذا كان هينفذ مثلا ضبطية قضائية او ما الى ذلك، او كان هيحقق في قضية او بيحارب جريمة او بيحارب فساد. فبالتأكيد لما انا اشوفها مجسدة على التلفزيون او في فيلم سينما هتكون اقرب ليا، او هقدر اتفهمها اكتر، هقدر افهم كمان المعاناة اللي بياخدها رجل الشرطة في ان هو يقوم بدوره المهم ده، وهو دور خطير الحقيقة. يعني احنا اي واحد مثلا لو تعرض لاي اذى او اي خطر او هيستنجد برجل الشرطة، ورجل الشرطة هو المطلوب منه ان هو يدافع عنه، يعني ايا كان الخطر ده او درجة خطورته. طيب يعني يمكن عندنا اكتر من عمل قدم عن يعني دور الشرطة على مدار التاريخ، لكن بنرجع بنقول انه ليها يعني دور مهم قوي في عملية الانتماء بالنسبة للشباب، ان هم بيشوفوا او بيشاهدوا الاعمال دي بيكون عندهم معرفة اكتر يعني التضحيات اللي بتقدم من خلال رجال الشرطة على مدار التاريخ. نقدر نقول انه السوشيال ميديا كمان ليها دور، لكن تعتبر ايضا من القوى الناعمه والاكثر تاثيرا حاليا بالنسبه للشباب. هو دلوقتي السوشيال ميديا حقيقه عامله ثوره، يعني ان انت كل حاجه بتشوفيها على السوشيال ميديا، فانت بتشوفي اول باول وبتشوفي حاجات حقيقيه وقائع، حاجات حاصله حقيقي في الشارع المصري مثلا، ودور الشرطي بيعمل ايه اوريدي لايف، يعني مش محتاجه حتى لا منتجه ولا اي حاجه. لكن هي فعلا الشباب بداوا يشوفوا اكتر دور الشرطي، وبدأت كمان الأفلام والمسلسلات تتجه لأنها تعمل جزء وثائقي، وده بيكون أكثر تأثيرا. لكن يمكن مش كل الناس بتقدر أن هي يعني تفهم المفهوم للأفلام الوثائقية، لأنها بتكون يعني
يعني قصيرة أحيانا جدا، وبيكون مضمونها كبير، يعني بيكون عايزة توصل رسالة بشكل يعني متعمق أكتر. لكن بنشوف إنه من خلال السوشيال ميديا لو أعمال قدمت، ويمكن يعني وقت العمل نفسه على السوشيال ميديا قصير جدا، بيكون يعني مشاهدته أعلى كتير. هو السوشيال ميديا دورها ما حدش يقدر يقول عليه، لكن انت شفناها حتى في رمضان الاخير لما انت بتتكلمي على الدور الوثائقي، يعني مثلا عندنا في الاختيار 2 اللي اتعملت وكانت جايبه ازاي حاجات وثائق حقيقيه واحداث حقيقيه، فالناس شافت بعينها ازاي يعني دور الشرطي ودور الضباط بتوعنا بيعملوا ايه. كمان عندنا مسلسل كلبش كان يمكن فيه تجسيد جميل جدا جدا لبطولات رجال الشرطه، يمكن هيكون معانا بعض المشاهد من مسلسل كلبش. لكن خلينا نقول انه الشباب لما بيشوف ده يمكن بيكون متحمس اكتر ان هو يدخل مثلا كلية الشرطة فيما بعد، بيبقى عنده يعني قدوة كده. ايوه بالظبط. انت زمان كان زي دايما في العيد مثلا كان الطفل يختار بدلة الضابط. انا صحيح. عندي انا استاذة جامعة وشغلنا كويس، عشان كده هندعوكي تشاهدي معانا جزء من مسلسل كلبش على الشاشة حاليا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا بنستكمل حوارنا مع الدكتورة أمل صديق عفيفي، ويمكن احنا شفنا المسلسل دلوقتي على الشاشة لايف، بنتكلم على أهمية مفهوم التضحية بالنسبة للشباب، خصوصا ان كل الابطال كانوا مش شباب الحقيقه. ودي حاجه جميله قوي في المسلسل ده بالذات، انه قدم كمان وجوه جديده كتير وقدم شباب جديد لسه بدا ان هو يجسد لنا هذه الدراما. وبعدين كمان حاجه من الحاجات الجميله كان الاستاذ امير كرارة قام بدور رائع في هذا المسلسل، يعني فعلا جسد دور الضابط اللي هو قادر ان هو يقوم بالموقف ويقوم بادوار بطوليه يعني في هذا المسلسل. صحيح. خلينا ننتقل إلى جزئية أخرى، وهي فكرة إنه الأفلام أو الدراما القديمة كان بتتصور بتكنيك مختلف، تناول الموضوع كان بشكل مختلف، لكن دلوقتي مع التكنولوجيا الحديثة أصبح تناول الموضوع بالنسبة لتجسيد يعني بطولات رجال الشرطة مختلف تماماً. هو في حضرتك اتكلمتي في نقطتين اللي هي التكنولوجيا، فعلا دلوقتي حتى بقت الكاميرات اساليبها حتى الكاميرا نفسها بتصور بطريقه مختلفه. كان زمان الفيلم اللي بيتصور لا يمكن تغيير اي شيء فيه مثلا، يعني كانت فعلا شيء غالي جدا ان انت تصوري حاجه مثلا وتعمليها، لكن دلوقتي بقى في عصر الديجيتال بقى كل حاجه. صحيح. والتكنولوجيا بقت كل حاجه ان انت تقدري تطوري وتغيري وتمنتجي وتعملي، ده حتى في اماكن ما الانسان فيها. وده شفناه كمان حتى في اعمال دراميه كتير، يعني يعني ان هو مثلا انه يبدا يسمع للمسجون او يسمع للمتهم، يحاول لو هو شاف انه بريء يحاول ان هو يثبت البراءه دي وهكذا. طيب خلينا نقول كمان جزئيه مهمه جدا، انه كل الاعمال الدراميه او يعني السينمائيه قوى الناعمه بيكون ليها تاثير جيد جدا في الوعي المجتمعي باهميه دور رجال الشرطه. هو حضرتك جبتي فعلا قضية برضو مهمة، ان هل هو الفن هو مرآة للمجتمع، هو بيعكس الواقع اللي حاصل، ولا هو اللي بيأثر على المجتمع وبيشكل الوجدان بتاع الإنسان؟ والحقيقة خليط من الاثنين. فهو فعلا مرآة بيبين زي ما حضرتك قلتي الشرط دور الشرطي، وهو قد ايه بيحافظ على الأمن او السلامة بتاع المجتمع. يعني لنا ان نتخيل ان مجتمع بدون شرطة يعني حاجة تبقى فعلا فوضى تماما يعني. وفي نفس الوقت هو بيورينا دور الشرطي كما يجب ان يكون، ان هو رجل انسان المفروض ان هو بيحافظ على الامن، يبعد عن الفساد وهكذا. اكيد. النهارده طبعا بنوجه لهم التحيه لكل رجال الشرطه، والحقيقه بحب ان انا اخد من حضرتك كلمه توجهيها في عيد الشرطه اليوم. كل سنة طيبين، ودايما محافظين على موفقين في الحفاظ على الأمن والسلامة. ولكل أم شهيد ربنا معاكي، وإن شاء الله هتقابلي ابنك الشاب في مكان أحلى وفي مكان أجمل. أكيد. إن شاء الله كل التحية والتقدير لشهدائنا. والحقيقة بشكر حضرتك جدا دكتورة أمل صديق عفيفي الكاتبة الروائية والسيناريست، نورتينا وشرفتينا. هنلتقي بعد الفاصل، وهيكون عندنا فقرتنا عن
كيفية ترسيخ المفاهيم والانتماء للوطن في وبالنسبة لأطفالنا إزاي ننمي هذا الشعور، وده هيكون موضوع فقرتنا القادمة إن شاء الله.